تم افتتاح عيادات الأسنان في الجامعة الألمانية لعلاج الطلبة والستاف العاملين في الجامعة مع درجات القرابة الأولى. احنا عندنا عيادتين للعلاج جاهزين بأحدث الأجهزة، وعندنا غرفة كاملة للتعقيم والإنفكشن كنترول. العيادة موجود بيها ستاف متكامل من الكونسلتنتس الاستشاريين والإخصائيين في كل مجالات طب الأسنان. الإشاعة دلوقتي بقت كلها ديجيتال وبتبان لنا على الكمبيوتر، وبنعمل لها فريزنج برضو لصورة الإشاعة دي، كلها موجودة في العيادة عندنا. جهاز الداك يونيفرسال ده من أحدث أجهزة التعقيم في العالم، بيعقم حاجة معينة في طب الأسنان اللي هي آخر جزء اللي بيستخدمه الدكتور في بق المريض. عيادات الأسنان في الجامعة الألمانية على أحدث ما يكون من تقنيات طب الأسنان الحديثة.